بشرى عبدو، مديرة جمعية تحدي المساواة والمواطنة. اليوم جمعية تحدي المساواة والمواطنة تتعقد ندوة صحفية من أجل إعطاء واحد الأرقام حول العنف الرقمي، وكذلك واحد دراسة تحليلية اللي فيها عدة أبواب. الباب الأول هو غتكلم على الأرقام انطلاقا من وحدتين اللي تتجمع جمعية تحدي المساواة والمواطنة تستقبل فيها النساء المعنفات. العنف الرقمي في المغرب هو عنف اللي هو شكل بعد من أشكال العنف، لأنه ماشي هو وسيلة ولا هو فعل، بل هو شكل، هو من أخطر أشكال العنف الممارسة على النساء اليوم، لأنه تيأثر نفسيا على الضحية، تخلق لها واحد الكآبة، تخلق لها واحد القلق، تتولي تتفكر في انتحار وتتقدم على انتحار. وحنا عندنا في هذه الدراسة حالة ديال فتاة اللي انتحرت انطلاقا من مس بالسمعة ديالها والتشهير بها وفضحها عن طريق صور وعن طريق فيديوهات إباحية. كذلك أن العنف الرقمي هو ممتد في الزمن، ما تيتمحاش، ماشي بحال العنف الجسدي. يمكن المرأة المعنفة جسديا يمكن تمشي للسبيطار وتصح، ولكن المرأة اللي تمارس عليها العنف الرقمي وتتشهر عن طريق الواتساب ولا عن طريق الفيسبوك، أنها كل شيء تتحس به أنه شافها، وكل شيء أنه شاف صورتها وشاف الفيديو ديالها، وكذلك ما تيتمحاش. يمكن تدوز عامين ولا ثلاث سنين وتنقدروا يعيدوا نشر هذوك الصور وهذوك الفيديو. إذن خطورته على الضحية بشع وفظيع جدا. أولا العنف الرقمي في المغرب هو اللي كاين واحد النسبة ديال 43% ديال العنف تيتمارس عن طريق الواتساب، و 22% عن طريق الفيسبوك. هذه أولا. كذلك من يمارس عليهن العنف هما أكثر اللي جامعيات اللي عندهم في مستوى ثانوي، ماشي أميات وماشي اللي مقارنش، بل اللي تيستعملوا الفضاء الرقمي. إذن واحد 62% من يمارس عليه العنف. من يمارس العنف كاين 40% هو المجهول اللي تنعتبروا انه عنده حقد وعنده كراهيه للمراه، و60% هو القريب اللي تعرفها، يا اما زوج ولا طليق ولا خطيب ولا حبيب ولا مشغل. اذا شي واحد اللي قريب ليها اللي تقدر انه ينتقم منها ويقدر انه يستغل المعلومات الخاصه ديالها. لبنى نجيب، انا رئيسه الجمعيه ديال حراس الامن الخاص، وهو قطاع ذكوري. يعني انا بصفتي المراه الوحيده اللي كتشتغل في هذا المجال هذا، لقيت واحد الحقد، واحد الكراهيه من الناس اللي كيمثلوا نفس المجال. فكان يعني تعرضت لجميع انواع ديال العنف الرقمي، يعني من طرفهم، يعني تشهير وسب وشتم وقذف، يعني عن طريق الواتساب، لا عن طريق الفيسبوك اكثريه، يعني عن طريق الفيسبوك كنلقى يعني تشهير، سب، شتم، اتهامات اللي هي باطله. كنتوصل يعني تشهير، انا هاد السيده راه نصابه، راه كدابه، راه باغا تطلع على ظهر الناس، راه باغا دير شويه، ولاو كيدخلوا ليا في الحياه الخاصه ديالي، ولاو كيرميو في الصور ديالي، كيكتبوا واش هاد السيده هي اللي مثلكم، هذه لدرجة أنهم كيدخلوا بحسابات مزورة هاد السيدة، يعني ألفاظ نابية، عاهرة، كذا. هادو هما يعني المسائل بديت، خاصة ولو كيتخبى وراء حسابات مزورين، وأنا عارفة هاد الناس، يعني عارفهم أن هما نيت، أنا كنعرفهم ولكن كيدخلوا بحسابات مزورة. فأنا يعني حاولت أنني نتجاهل هاد الشيء، حاولت أنني لدرجة أنه أثر فيا نفسيا، يعني وليت عصبية، وليت ما كنعاش بزاف الحوايج، فاضطريت أنني خصني نوقف هاد الشيء. فاش التجأت للجمعية ديال التحدي لمساواة المواطنة، وفعلا توجهت لوكيلة الملك الخالية خاصة بالمرأة والطفل، وتبعت الإجراءات القانونية وضعت الشكاية ديالي، وأنا لحد الآن كنتظر يعني يكون واحد التفعيل، لأن فعلا للأسف الشديد يعني المسطرة كتطول بزاف، وحنا بغينا تفعيل هذا، يعني خاص يعني قوانين زجرية في حق هاد الناس.